نأسس المصنع على أسس يعني تقنية وأحدث مواصفات التقنية في عالم إنتاج وإنتاج وتعبئة المياه. تمام. فلذلك ما تنازل أبدا عن معايير الجودة في هذا المجال، بحيث أنه جاب أحدث وأقوى خطوط الإنتاج العالمية اللي هي من شركة كرونز الألمانية. يعني مثل لما تقول روز رايز في عالم السيارات، ما عاد بقى شيء فوق روز رايز في عالم السيارات. فهذه نفس الشيء بالنسبة لكرونز في عالم خطوط الإنتاج الألمانية، تم يعني تركيبها في المصنع مع وحدة وحدة تنقية المياه ومعالجة المياه، برضو وحدة فرنسية من أحدث ما يكون. وما شاء الله يعني عمل على الاشتراطات والإجراءات اللي تتطلبها هي الغذاء والدواء لبداية الإنتاج، إلى أن الحمد لله وصلنا إلى أن يعني نستطيع نقول إنه مياه مانا هي المصنع الوحيد اللي مصنف من هيئة الغذاء والدواء بدرجة A+ 100%. 100%. A+. يعني ما عقب 100% أظن شيء. معناها اشرب وأنت مطمئن. وأنت مطمئن. طبعًا إحنا لما نقول A+ 100%، هيئة الغذاء والدواء لما تجي زياراتها والإنتاج من نفس المنطقة. المياه مصادرها مياه جوفية حول سدير. تمام. إيه. فالحمد لله يعني المصنع صديق للبيئة. تمام. مضاد للبكتيريا. ما تتدخل فيه اليد البشرية نهائيا. مرة من أول يعني ورود الماء إلى بداية تحليته إلى بداية تنقيته وعزل كل الأمور المراحل يعني الإنتاج إلى أن يوصل إلى رف البقالة. يعني هذه المرحلة الوحيدة بس اللي عشان يحط لك إياها على الرف الثلاجة اللي تلمسه اليد البشرية. حتى بقية مراحل في الفوركليفت وفي الشاحنات وكذا. فهذا أمر مهم ونتميز فيه إحنا عن بقية يعني المصانع. بالإضافة لنقطة مهمة كثير يعني جدا، ما للأسف الشديد ودي إنه بمجالسكم الطيبة هذه دائما نثيرها، اللي هي مسألة الوعي الاستهلاكي عند شبابنا وعوائلنا وكذا. إنه أنت يا أخي أنت في النهاية مستهلك سواء أشياء مشروبة أو مأكولة أو ملبوسة أو اللي فليكن، فخلي يكون عندك وعي استهلاكي. أنت دافع فاشتري الشيء فعلا اللي يستحق أنك تشتري. أنا طبعا ما أتكلم فقط عن مياه مانا، يعني أنا كنت في شركات قبل مانا وكنت أنصح في نفس النصيحة. فبما أنه أنت أصلا دافع فميز يعني خليني بس كذا بما أنه يعني يستفيد المشاهد. ليش مثلا نشتري، ما راح اسمي اسماء شركات ولو اني كنت فيها سابقا، لكن للفائده العامه، ليش تشتري القشطه مثلا الفريش اللي على الثلاجه ولا تشتري القشطه اللي في التنك؟ انا اقول اشتري هذه اللي في الثلاجه، لا تشتري اللي في التنك. ليش؟ لانه هذه قشطه طازجه من حليب طازج، ما هو بودر. لا، وتصنيعها قريب جدا. ايوه، وتاريخ انتاجها وتعليبها وتاريخ انتاجها وطريقه تعليبها صحي اكثر. لا تنسى المواد الحافظه. بالضبط، انا جاي. ايوه، هذه كيف القشطه بتعيش داخل التنك الا بمواد حافظه. والحليب اللي فيها مو بحليب طازج، حليب بودره. كيف هذا هو بودره؟ هو اكثرها مكتوب شبيه شبيه بعد، ولا اول كانوا ما يكتبون شبيه. فالشاهد شوف المسائل هذه كلها، مو معقوله انت عشان هلالات بسيطة تضحي يعني بجودة منتج بيدخل بيتك على سفرتك لعيالك ولنفسك وصحتك، وانت تدفع الكثير والقليل في أشياء ثانية. يا أخي صحتك وجسمك أولى، صح ولا لا؟ فهذا مثلا مثال. نفس الشيء قسها على معجون الطماطم مثلا. ليش نشتري اللي معجون الطماطم بالتنك؟ ها؟ ليش؟ عشان والله أرخص. يا أخي حتى لو أرخص بهلالات أو نص هلالة أو ريال حتى حسب استهلاكك. انت يمكن تستخدم الحجم الكبير في حاجه استهلاك كبير، لكن انا بيتي يعني هذه مثلا اللي يسمونها التترا باك، الكرتون المعلب بشكل صحي ممتاز. هذا يعني طبعا بغض النظر عن اسم الشركه، انا اتكلم عن نوع التعبئه. وكمان مثلا الزجاج، مثلا معجون طماطم يجيب الزجاج، هذا ممتاز جدا لانه يعني بدون مواد حافظه وتشوف المنتج. ويعني حتى القزاز افضل من الالمنيوم، الالمنيوم افضل من البلاستيك كنوع تعليب.
حتى لو كان اغلى شوي، بس يا اخي صحتك وصحه اسرتك وعيالك تستاهل. فنرجع مثلا لموضوع المويه، لذلك كان الاستاذ عبد الرحمن دبيخي ابو علي الله يمسيه يصبحه بالخير، صاحب المصنع، صاحب مصنع مياه مانا، حريص جدا من البدايه على انه ما يتنازل عن جوده المياه ابدا ابدا، رغم انه بتقل التكلفه عنده، بس قال لا حتى لو بتقل التكلفه لن اتنازل عن جودة المياه. لذلك الحمد لله احنا نفتخر بتصنيف هيئة الغذاء والدواء لنا A بلس بدرجة 100%. طبعا لما يصنفون هم هذا التصنيف يقصدون كل شيء من بابه لمحرابه، ما فقط نفس المياه. فمن الميزات برضو ليش ذكرت مسألة الوعي الاستهلاكي، لانه احنا قليلين الصوديوم، احنا دائما نشير هنا انه المياه قليلة الصوديوم. اسأل سؤال، المنظمة العالمية للمياه جعلت حد للحلاوة والملوحة ودي يعني أنا يمكنني أعرف، لكن غيري يمكن ما يعرف عن المنظمة والمستوى اللي لازم أن يكون لا ينزل عن هذا ولا يرتفع. حددت 300 الظاهر إلى 500 أو خليني بس عشان ما صعب، سؤالك ممتاز ورائع وتخصصي واضح ما شاء الله عليك، يعني عندك خلفية طيبة، لكن بس عشان ما أصعبها على المشاهد وبسطها عليه، لأنه للأسف أنا أواجه كثير من الاستفسارات وكذا، يقول يا أخي كلها موية، يعني بتقعد تقول لي A بلس وكذا كلها موية، أقول لا يا أخي معلش روق شوي. ها صح، اسمها موية، كلها موية، شركات المصانع وشركات المياه، بس أنه تركيبة المياه نفسها تختلف، وعلى رأسها خليني أنا دائما الناس يعني يتنبهون، إذا نبهتهم يتنبهون لها النقطة اللي هي مسألة الصوديوم اللي هي الملوحة. دائما يحذر مثلا الطبيب أو شيء، يقول لك مثلا لا تأكل أكل فيه ملح زيادة، انتبه لصحتك، انتبه لنوع أكلك وما شابه. فما بالك إذا كان الحين موياتنا فيها ملوحة زيادة، وأنت قاعد تشتري موية يعني بعضها للأسف مشهور ومعروف لكن نسبة الملوحة فيه عالية، فكذا يتنبه المستهلك، معقولة والله أول مرة أدري إيش يعني فيه، كيف في ملح في الموية، كيف إيش يعني صوديوم، إيش حتى بعضه ما يعرف إنه الصوديوم معناها ملح أصلاً يعني. فلما توعيه يبدأ ينتبه وتقول له تركيبة، توازن التركيبة في عناصر المياه، ها هنا 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 الفن، هنا التميز بين 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 مصنع مياه وآخر. فمن هذا المنطلق مياه مانا تتميز في هالتركيبة بأنه قللت الصوديوم لكن ما 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 اخلت ببقيه تركيبه المياه. تمام. فالحمد لله يعني طبعا احنا يعني متواجدين في اغلب مناطق المملكه. اي هو زياده الصوديوم او نقص الصوديوم في الماء يعني له اضرار ولا طبعا دائما نشوف احنا الصوديوم اول شيء على تشير اليه. اي نعم تشير اليه. وش المقصود فيه يعني احنا انت كمستهلك الان، احنا مثلا من عوام الناس يعني ما احنا من ممتاز لما يقول لك الصوديوم مثلا عندنا من 0 إلى 3، هذه النسبة ممتازة جدا تعتبر في 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 المياه، في بعضها 19 بعضها 16 واغلى سعرا بالكرتون. اها طب ليه انت قاعد تدخل ملح زيادة لجسمك؟ طبعا انت ما راح تحس فيها بالرشفات، ما راح تحس فيها بعلبة ورا علبة، بس انت تتكلم على بالالتار يوميا، انت يوم ورا يوم الى سنة ورا شهر ورا شهر، فانت قاعد تدخل ملوحة. الان ليش الشركات دائما حتى مو بالاشياء المشروبه، في مثلا اللحوم، بعض الاشياء المعلبه، بعض الاشياء المجمده مثلا، يركزون انه ترى احنا ما حطينا ملح، ترى يعني او ملحنا قليل. ماس كذا ما تب معنا، احنا من اهل القصاب وعندنا ملح، وكذا تحط انت ضد ابو محمد لازم الملح لازم ما نقدر نعيش دون ملح، مو معناها انه نلغي الملح تماما، ما نقدر نعيش دون ملح. لا ترى من باب الدعابه ولا ادري الجسم يحتاج الى املاح، يحتاج الى معادن، يحتاج وزنيه الجسم، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الاتزان في الجسم، اذا خل صار فيه اختلال صار فيه اعتلال. صحيح. والماء لا يستغنى عنه ابدا، ومن ظن بل وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله. لكن اذا حصل لك الافضل اينا فابحث عن الافضل. انا اقول مياه مانا هي الافضل.
مياه مانا تروي ضمانة. يا سلام يا سلام، صراحة معلومات جديدة أول مرة نسمع عنها، والله يبارك لكم في هذا المنتج الجميل. عندي رسالة من أخوي أبو فراس المطرودي. أيوة جميل. يقول توفي الوالد سليمان بن عبد العزيز الأحمد المطرودي، الله ما فله ورحمه والصلاة عليه بإذن الله عصر اليوم الأحد 18-12 في جامع الأمير فيصل.